دير لي بالك منيح ليكون في صحفيين. لا ما في. ما بتعرف شو بيصير، لهيك فتح عيونك مشان ما نبتلي لنا بشي قصة. ليك طلعت فرجيني كيف رح تلفتي مني. مين؟ نزير بيك. نعم نزير بيك. الحمد لله عم نشتغل طول النهار. وانت؟ لا الله يعين. طيب شكرا لانك خبرتنا نزير بيك. بيوصل، رح قلهم بتسلم عليهم. ماشي يلا مع السلامة. وإن شاء الله بتتهنى. شو قال لك، مسافر شي؟ قال خلص المؤتمر وهلأ طالع هو ورفقاته على أنطاليا يتسيرنوا. كان عم يحكي معي من المطار ورح يطلعوا بعد شوي، وقال لي سلم عليكم كلكم، رح يشتاق لكم. الله يسلمه. أساساً صار له كم يوم عم يجي على البيت لينام بس، ولا رح يسافر مدري كم يوم. شو؟ قلت صب لك شاي؟ لا أمي، لازم روح، بدي روح جيبها لفاطمة بتكون طلعت. يلا تيسر لك. بخاطرك. الله معك. ألو كريم، دقيت لي من شوي، أنا كنت مسكرة الموبايل تبعي. ليش ما خبرتيني؟ ليش رحتي لحالك؟ ما بعرف، عندك مقابلة اليوم لهيك ما حبيت شغلك. اللي شو صار معك مشان الشغل؟ راح يشغلوني. ان شاء الله الف مبروك. مو هيك؟ قولي لي وينك هلا لاجي اخذك؟ لا ما في داعي تجي، وصلت على موقف الباص. لا تطلعي بالباص، خذي تاكسي وتعالي. طيب ماشي يلا، راح اخذ تاكسي وراح اجي على المطعم. كيف كانت الجلسه وعن شو حكيتوا؟ بس وصل بحكي لك كل شيء. ماشي راح استناكي هون. يلا باي باي. كيفك